السهو نسيان الشيء والغفله عنه وسجود السهو هو سجدتان تكونان اخر الصلاه او بعدها لجبر خلل او ترك واجب من واجبات الصلاه سهوه ويستوي في ذلك الفرض والنافله واسباب سجود السهو الزياده والنقص والشك اما الزياده سهوه فمن زاد ركوعا او سجودا او قعودا ناسيا سجد للسهو بعد السلام وأما النقصان سهو، فمن ترك ركناً كركوع أو سجود، أتى به وأتمّ صلاته وسجد للسهو بعد السلام. ومن ترك واجباً كالتشهد الأول والجلوس له، فإنه يواصل صلاته ولا يأتي به، لكنه يسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك كأن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعة فإن ترجّح له أحد الطرفين، بنى على ما ترجح عنده وسجد للسهو بعد السلام ومن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا وياتي برابعه ويسجد للسهو قبل السلام فيكون السجود للسهو قبل السلام اذا ترك واجبا او شك ولم يترجح عنده احد الطرفين ويكون السجود للسهو بعد السلام اذا نقص ركنا أو زاد في صلاته، أو شك وترجَّح عنده أحد الطرفين، ويجوز السجود للسهو قبل السلام أو بعده، وإذا سهى المصلي عن سجود السهو، فانصرف من الصلاة دون سجود، فإنه يعود إليه ويؤديه، إلا إذا طال الفاصل، أو انتقض وضوءه، فيسقط عنه، وإذا سهى الإمام في صلاته ثم سجد للسهو، فعلى الماموم متابعته في السجود سواء سهى معه او انفرد الامام بالسهو ومن سهى خلف الامام فليس عليه سجود للسهو الا ان كان مسبوقا فيسجد بعد انتهاء صلاته واذا تكرر السهو للمصلي في الصلاه كفته سجدتان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس